السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم كالعاده في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. امينوكس دخل طوله عرض في هاشم البسطاوي بسبب الهضره اللي قال بان الزلزال نزل غضب من الله على الناس ديال مراكش واكادير بسبب الفساد وبسبب الكباريات والهضره راكم سامعينها وعرفتوني علاش كنهضر. فقال لي صاحبي انت بزاف وانت ما كتعرفش الله، وهادوك الناس راه ماتوا ما عندهم علاقه لا بالفساد ولا بتشي حاجه، وهادوك الناس راه كيعرفوا الله اكثر منك وانت راه ما كتعرفش الله. فحشومه الناس كتموت وانت كتقول هذيك الهضره. قال لي ما عمر شي واحد بروفوكاني كي بحالك انت دابا. فبحاله بحال جميع المشاهير ما عجبوش هاد الكلام، خاصة في التوقيت ماشي في محله. يعني الناس كتموت، الناس كيتسناو عائلاتهم ينتشلو من تحت الأنقاض وانت قلتي هاديك الهضرة، فما احترمتيش يعني الآلم ديال هادوك الناس وحجم الآلم اللي كيحسوا به. فالله يدير شي تاويل ديال الخير والله يرحمهم والله يغفر ليهم، والناس اللي ماتوا ليهم حبابهم وضاعوا في شي حاجة الله يعوضهم خير العوض.